مجلس اداره النادي الاهلي. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا، سعيده بوجودي معاكم النهارده ومنورينا، ودايما فخوره بوجودي معاكم. يعني النهارده المباراه مش محتاجه بتتحدث، وهذا المشهد الحضاري بتتحدث عن نفسه، يعني حضرتك شايفاه ازاي كعضو مجلس اداره النادي؟ حقيقي انا شايفاه كمصريه ان احنا في كل الظروف وكل اللي ممكن نعدي بيه كوطن بنقدر ان احنا نرجع وندي رساله للعالم كله ان مصر هي فعلا المكان اللي بيحتضن السلام. كان مهم ان المباراه تكون موجوده النهارده. احنا لغينا الاحتفالات، ولكن الرساله كانت واضحه ان احنا محتاجين ان احنا نوري العالم ان مصر بتتحدى كل الظروف ان شاء الله. سعيده بوجود المبادره دي. يمكن دي اول ماتش نحضره هنا من ساعة تولينا المنصب الجديد او المهمة الجديدة، فماتش كان مهم جدا بالنسبة لنا ان هو يخرج بهذا الشكل، وان يكون في عدد ده من الجمهور، ان احنا فعلا مش محتاجين اللعيبة بتوعنا يشوفوا وشعبنا المصري يشوف يعني ايه جمهور في الملعب ويعني ايه روح الامن والامان دي تكون موجودة. لفتة جميلة جدا مجلس الادارة النهاردة بالغاء الاحتفالات تضامنا مع مشاعر ذوينا واسر الشهداء، يعني برضو يعني وتخصيص الدعم وايراد هذه المباراة لأسر الشهداء، يعني ايه اللي مجلس الإدارة فكر فيه، والرسالة دي ايه المقصد من وراها؟ هو ده طبيعي ومش أول مرة تحصل. احنا في كذا ظرف قبل كده اضطرينا نلغي احتفالات، لأن هو مش طبيعي انك انت تحتفل وفي جزء منك حزين أو جزء منك تعبان، لأننا كلنا حاجة واحدة. فبالتالي احنا في ماتش وكان منظم، وطبعا صعب انك تلغي كل هذه التنظيمات وعندك فرق أجنبية وفرق كبيرة وفي رسالة هي السلام، فده لازم يتم. ولكن مش هنحتفل أكيد، مش هنكون سعداء جدا ان احنا نخرج عن النطاق اللي احنا تعودنا عليه في النادي الاهلي، ان احنا نحترم كل الظروف ونقدر كل الظروف. مشهد الجماهير ده النهارده والمنظر الحضاري اللي احنا ظهرنا عليه، حضرتك شايفاه ازاي؟ اولا انا سعيده ان انا ابص في الملعب بره، احنا شايفين الملعب من هنا مليان والجماهير موجوده وكلهم جايين من ساعات كتيره جدا مستعدين للمباراه. كتير جدا كانوا عايزين يشوفوا اللعيبه في الملعب، كتير جدا كانوا عايزين بس يتواجدوا، والجميل ان جايبين معاهم اولادهم وعائلات. ابتدينا نرجع تاني للملعب اللي كله عائلات، ودي الحاجه اللي احنا عايزينها ان شاء الله، نتمنى تكون موجوده في الدوري المصري باذن الله. اكيد مجلس الاداره فيه مفاجات كتير لاعضاء النادي الاهلي وجماهير محبيه، لو حابين نعرف يعني ايه الجديد اللي ممكن نشوفه الفتره الجايه. هو مجلس اداره النادي الاهلي يعني احنا بنشتغل، بس ما فيش حاجة عندنا، ما فيش حاجة مفاجأة. أنت جاي في المكان ده علشان تخدمه، كل فرصة وكل حاجة نقدر نقدمها للنادي الأهلي أكيد هنحاول إن احنا نظهرها إن شاء الله بشكل كويس. إن شاء الله. ميرسي يا دكتورة وبالتوفيق. شكرا يا فندم، أهلا وسهلا بك. ده كان لقائنا مع الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. الكلمة للزملاء في الاستوديو.